الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لو قال شخص علي الطلاق أو قال علي الحرام، فهل يكون عليه كفارة وهل تحرم عليه امرأته؟ يختلف الحكم. إذا قال علي الطلاق تطلق امرأته، أما إذا قال علي الحرام فينظر إلى نيته، هل هو يريد طلاق أو يريد الظهار، فلهما نوى من الاثنين.